السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. نادي الزمالك بيتصدر جدول الدوري المصري بعد فوزه على نادي الإسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدف، بيتصدر بفارق الأهداف وبتساوي النقاط مع النادي الأهلي. الكلام ده كنت اتكلمت فيه من فترة، قلت النادي الأهلي قدر الله ما شاء فعل طبعا يعني، لكن لو اللعيبة مركزة كنت هيبقى فرق بينك وبين نادي الزمالك 6 نقاط، وكان هيخلي في ضغط على نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك وضغط على فيريرا، وربما فيريرا ما يكملش. لكن أنت سهلت المأمورية على نادي الزمالك وصعبتها عليك، بقى نادي الزمالك والإعلام هو اللي بيضغط على الفريق، فريق النادي الأهلي. لكن على كل الأحوال قدر الله وما شاء فعل. طبعا مباراة عدت ما نقدرش نقول فيها أخطاء تحكيمية كتيرة يعني، ولم يختبر الفار فيها يعني، لمسة يد النقاز كانت واضحة يعني وضوح الشمس. مش هنلف ولا هنراوغ زي خالد الغندور أو كل الزمالكاوية يقول لك النادي الأهلي ضرب، مفيش له ضربة جزاء صحيحة 100%. لا، احنا بنعرف نقول الحق إمتى، بنقول اللي لينا واللي علينا. عايز اتكلم على قناة النادي الاهلي. مين اللي تابع برنامج ملك وكتابة والاستاذ ابراهيم النيسي وعدل القيعي؟ نفس الطريقة ونفس الاستاذ هو النهاردة يعني عملوا توازن ما بين الجمهور، نلوم على الجماهير والجمهور عايز والجمهور بيقول والناس على السوشيال ميديا. بص على السوشيال ميديا دول غيورين على النادي الاهلي يا باشمهندس عدل يعني. واتكلم وجبنا لعيبه والجمهور قال والتر بواليا ومش عارف مين اجاي مستوى الكيرف نزل، قالوا يمشي وقالوا مش عارف ايه، جبنا ميكيسوني وبعدين كمان تقول على لاعب عادي مش عارف جبنا مين. هو الجمهور هو اللي بيجيب وهو اللي بيمشي؟ حضرتك كده انت بتدين مجلس الاداره يا باشمهندس عادل لما تقول والله الجمهور قال لك اللاعب ده ومش عارف ومشي وجبنا فلان والجمهور قال ايوه ماشي، كانك انت بتقول الجمهور ماشي ورا السوشيال ميديا. هل انت كده بتفكرني بمرتضى منصور لما طلع اعاره محمود علاء النادي الاتحاد السكندري وبعد شويه هاجم الجمهور نادي الزمالك قال لهم انتوا اللي خليتوا محمود، انتوا اللي عقدتوا محمود علاء، انتوا محمود علاء كان مش عارف ايه، واحنا وانتوا اللي مشيتوه وديتوه الاتحاد السكندري رغم هو اللي موقع عقود. دي مسؤوليه اختيارات واداره يا كابتن مهندس، مش مسؤوليه الجمهور. الجمهور والله لو جبت لاعب كويس هيقول لك كويس، لو جبت لاعب وحش هيقول لك وحش. الجمهور لا بيقعد ولا بيمشي ولا بيختار ولا بيجيب ولا بيودي. فما ترجعش تعملوا زي ما مرتضى منصور بيعمل الجمهور، ما تعملوش معانا كده، ما تعملوش مع جماهير النادي، ما تلبسوش الجمهور كل حاجه. الفرقه تخسر اصل انتوا بتهبطوا من عزيمه اللعيبه. الفرقة لاعب يمشي محترف مستواه يقل، انتوا خدتوا مين ودوستوا عليه؟ اصل مين؟ وبرضه هنا برضه زي ما بتكلم عن الاعلام الاهلاوي عايز اتكلم عن برضه الصحفيين الاهلاوية على السوشيال ميديا. يعني اللي بلوم لو بلوم على قناة النادي الاهلي انها بتلوم الجمهور بدل ما تلوم اللعيبة. بنقول لك اللعيب لازم يكون مستواه، بدأوا يتكلموا شوية عن اللعيبة، لكن برضه لا يزال في نبرة خاصة بالجمهور. المدير الفني قال عايز الجمهور، الجمهور حضر في المدرجات الماتش، الجمهور ده ما حدش يجي ناحيته لان هو اللي بيدفع ضريبه من جيبه بيحضر مباريات او من دمه بيحرق دم بسبب الاداء. عايز اوجه رساله بقى للاعلاميين الاهلاويه اللي عاملين نفسهم يعني خبراء، يعني كل واحد فيهم يرشح لاعب. في بعض الناس شغاله دلوقتي على السوشيال ميديا اللاعب مش عارف مين خط وسط اسوان لاعب جيد، اصل اللاعب بتاع فيوتشر السابق بتاع النادي المصري اللي مشي راح احترف في الوحده دلوقتي لو جه النادي الاهلي يلعب على ايه؟ ناحيه الشمال وبتاع يا عم نلعب مين واسوان مين وبتاع مين؟ ما بنجيبنا فولتر بواليا كان بيطلع نار من بقه مع نادي الجونه جبناه ما عملش حاجه. ها جبنا قبل اكوتي منساه ايام جوزيه جه صليبي وطار مصر دوري مصر مين اللي يجيب منه لاعب؟ لو جبت لاعب مش مفيش لاعب بيفلح، مفيش لاعب فالح في الدوري المصري اجنبي بيلعب مع الفرق الثانيه ما عليهوش ضغوط يجي عندك انت عايز ملاعب بمواصفات الثانيه. نتمنى ان يحسن الاختيار اللعيبه المحترفه اللي بتيجي للنادي الاهلي. وثاني وثالث وعاشر
قناة النادي الأهلي ملك جمهور النادي الأهلي، بتعبر عن رأي جمهور النادي الأهلي، بتضغط على اللعيبة، بتدعم اللعيبة وقت ده، بتدعم اللعيب اللي يستحق، بتشيل باللعيب اللي بتقرص ودن اللعيب اللي مقصر، مش بتقرص ودن الجمهور. مش معمولة عشان الجمهور هو اللي بيتفرج عليك، الجمهور هو اللي بيديك مرتبه ومجيبه من الإعلانات وغيره. ما تطلعوش تنظروا على الجمهور، عيب اللي بيحصل ده. انا بصراحه كل مدى اقسم بحس ان قناه النادي الاهلي بتقلب زي قناه، طبعا بعيدا عن السباب والتجاوز، لكن الفكره غسيل العقل بتاع الجمهور، التنصل من المسؤوليه وتلبسها للجمهور. هو كاني بشوف قناه نادي الزمالك قدامي، يعني مع احترامي يختلف معايا من يختلف، خلاص يعني زي ما بيقولوا كده طفح الكيل من الطبطبه والكلام ده كله. احنا بنتكلم لمصلحه النادي الاهلي بدون تجاوز بدون اساءه لاي حد. انا ضد اي حد ان بقى هياكل بعقل الناس الاونطه، هياكلها الحلاوه يعني، لبسوا الناس الجمهور كمان، هو السبب، هو السبب في الفرقه وحالتها، هو السبب في مشيان اللعيبه الاجانب، هو اللي بيتعاقد مع اللعيبه. يا جدعان في ايه؟ مش للدرجات دي يعني. وكان اللي بيتصوروا بتسيئوا كمان لمجلس، وكان مجلس الاداره لا مؤاخذه يعني طرطور، ها بيستجيب لضغوطات الجمهور وما عندوش رؤيه، وكان الجمهور هو اللي بيخط. ما ينفع، عيب عيب اللي بيحصل ده. النادي الأهلي بينعي اللاعب البرازيلي بيليه، أسطورة كرة القدم، ينعي النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بكامل الحزن والأسى، وفاة أحد أعظم أساطير كرة القدم العالمية بيليه، نرسل أحر تعزينا لعائلته ولشعب البرازيل. هكذا كان بيان النادي الأهلي في مواساة شعب البرازيل وفي وفاة وفي تعزية في وفاة الأسطورة بيليه. محمد سراج ردا على احد المشجعين المتابعين للمشجعين الاهلاويه فيما يخص الحضور الجماهيري، ولازم الاهلي يشتغل بقوه علشان الحضور الجماهيري، واصل في مجلس اداره خايف ومش عارف ايه فمحمد سراج من خلال صفحته على فيسبوك في رد على هذا الشخص الرائع الجميل، قال لك ما اختفتش ولا حاجه، مش بالضرورة أكون واقف علشان أتابع القصة وحلها. لجنة الجمهور عملت 3 اجتماعات إلى خاص بحضور الجماهير، يعني أنت فين ما بتبقاش من دخول الجمهور والكلام ده، لك ما خفت ما اختفتش ولا حاجة، يعني موجود، مش شرط أكون موجود في المكان وأنا بتابع القصة. حلها حلها لجنة الجمهور عملت 3 اجتماعات إلى الآن، ومنهم اجتماع مع الجهات المعنية وتم رصد فيه كل الكلام ده، وتم إرسال خطاب رسمي للرابطة الأسبوع الماضي بالسماح بدخول كل أدوات التشجيع المسموح بها، وتم تحديدهم كمان، كل اللي انت ذكرته موجود في الخطاب اسوه باي انديه اخرى، ومنتظرين رد السماح بالادوات، وده هيكون خلال ايام ان شاء الله. انت بتقول امبارح ما كانش فيه غير اعلام، قبل كده ما كانتش دي حتى موجوده، فواحده واحده والشكل هيبقى افضل، بس ساعدونا. المشكله الثانيه قله العدد للاسف، احنا مش بنكمل ال 3000 بتوعنا عشان نعرف حتى بقلب نطلب اكتر، اقبال الحجز ضعيف جدا جدا، ومتفاهم الاسباب ومش لازم نخوض فيها على الملأ دلوقتي، واللي برضه بنحاول نحلها وشغالين عليها، ومنها مقاطعه الكثير من الجمهور استاد السلام بدليل اعلى معدل حضور ال 3000 حصل فقط امبارح في استاد القاهره وفي استاد المحله، في حين استاد السلام معدل الحجز بيكون من 1500 الى 2000 فقط. الموضوع ازمه كبيره وبقالها فتره طويله وسنين مش هتتحل في يوم وليله، وعشان كده اكون واقعي، وعشان عشان اكون واقعي معاكم ايضا، كرروا بقى الدعوات. قال لك من ضمن الحاجات اللي خدتها اللجنه الخاصه بالجمهور، قررت الغاء الدعوات كامله، يعني كان مجلس الاداره بياخد دعوات لبعض اعضاء مجلس او بعض اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، فقرروا نلغي الدعوات، يبقى كل الحجز وكل التذاكر موجوده على السيستم في شركه تذكرتي عشان جماهير النادي الاهلي يحضر. النادي الاهلي توصل اتفاق خلاص مع النجم الساحلي زي ما اتكلمنا وتابعت مع حضراتكم الكام يوم اللي فاتوا فيما يخص اللاعب محمد ضوي، كان طلع محمد المكشر المدير الفني اتكلم، والمتحدث الرسمي للنادي النجم الساحلي اتكلم. النادي الاهلي خلص كل حاجه فيما يخص صفقه محمد الضوي كريستو، شهير بكريستو، اللاعب هيوصل ان شاء الله خلال ساعات يوم او اتنين بالكتير، ممكن بكره يعني، لاجراء الكشف الطبي والانضمام بشكل رسمي للنادي الاهلي في الانتقالات الشتويه. كان نادي المنصور النادي المصري بيلعب مع نادي اسوان، وقدر نادي اسوان يفوز على النادي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف. المصري بيدربه طبعا حسام حسن، نادي اسوان بيدربه ايمن الرمادي. اسوان بدات النتائج تتحسن مع الكابتن ايمن الرمادي، حسام حسن في حاله غضبه
من نتيجة اللقاء دخل على تقنية الفار وكسر الشاشة بتاع تقنية الفار. عقوبتها تكون تقليدية عادية، أي حد يعمل أي حاجة. أمثلة غير جيدة وقدوة غير حسنة للمدربين أو للشباب بصفة عامة. ردود الفعل عند الهزيمة عند بعض من مدربي الدوري المصري. النادي الأهلي، النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة ممكن يوصل خزينة النادي الأهلي تقريبا 180 مليون جنيه، يعني مع بداية الشهر المقبل حوالي 30 مليون جنيه، وأيضا 150 مليون جنيه ده مبالغ دفعات أولى من الرعاة الأربعة اللي النادي الأهلي أعلن عنه، إلى جانب في مبلغ متأخر على شركة برزنتيش الشركة الراعية هيتم دفعه للنادي الأهلي، في حين إن في أندية بتاخد حقوقها كلها بشكل مقدم. يعني بعض الأندية في الدوري المصري الممتاز ودوري القسم الثاني والثالث اتفقوا إنهم هيقدموا دعوى ضد اتحاد الكرة المصري أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية ليه، علشان يطعنوا على التشكيل الأخير للجنة الحكام واللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي أواخر الأسبوع الماضي. وكان بعض الحكام صعدوا في هذا الأمر وهددوا بتغيير أيمن اللي هو تامر دوري وغيره، كان قلت حضراتكم جمال علام بيحاول يثنيهم يعني، لكن الأندية شايفة إن الشكل اللي طلع بيه لجنة الحكام مخالف للائحة الخاصة بلجنة الحكام، واللي بتقول إنه لازم يكون تشكيل اللجنة من رئيس ونائب وثلاث أعضاء يكونوا من الحكام السابقين، في حين إن التشكيل الجديد للجنة الحكام ظهر بدون وجود أي نائب للحكام. ناخد بالنا من الخضري، أحمد الخضري الإعلامي الزملكاوي بيحاول يحرض جماهير النادي الأهلي ضد الكابتن محمود الخطيب والمدير الفني مارسيل كولر، وكتب من خلال صفحته على السوشيال ميديا بيقول إيه، هو ليه الأهلي لما بيتعادل الحملة بتكون على اللعيبة فقط ومحدش بيقرب من الإدارة أو المدرب عكس ما يحدث مع الزمالك؟ أنت فاهم وعارف ليه، طيب لكن بتحاول تسكت، لكن لو أنت ما أنتش عارف وتجهل ليه أنا هقول لك ليه. النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي كل واحد بياخد مستحقاته في مواعيدها بالتمام والكلام والتمام والكمال في الموعد المحدد، تلاقي رصيده سمع فيه مستحقاته، عكس نادي الزمالك اللي اللعيبه بتاعتها بتقعد بشهر واثنين والثلاثه وربما اوقات وصلوا لست شهور ما بياخدوش حاجه. النادي الاهلي موفر كل شيء للعيبه، مجلس اداره النادي الاهلي لا يتدخل في اي امر خاص بفريق كره القدم، مين يلعب مين ما يلعبش ملوش علاقه، عكس نادي الزمالك اللي فلوسه بتتاخر، عكس نادي الزمالك اللي مرتضى ممكن يطلع يزنق على المدير الفني، يتكلم عن مجموعه من اللاعبين، يهاجم مجموعه من اللاعبين، فبالتالي كل هذه الامور اللي بيعملها نادي الزمالك او مجلس الاداره بتضغط على الفرقه بتضغط على اللعيبه. فالقصه في نادي الزمالك كله لما بيبقى في نتائج سيئه لعيبه ومدرب و الى جانب ايضا التغييرات بالنسبه لمدرب نادي الزمالك فيريرا، لما جمهور الزمالك غير تغييراته وطريقته، لكن بالنسبه للنادي الاهلي الفرقه كلها واقعه، اللعيبه واقعه، مش واحد ولا اتنين ولا قصة سوء تغييرات. النادي الأهلي الخطيب ما بيدخلش في عمل المدير الفني ولا مين يلعب ولا مين ما بيلعبش، يعني عرفت القصة ولا أنت عايزنا نبقى زي جمهور نادي الزمالك نهاجم؟ عندنا مدرب عندنا رئيس نادي لا بيطلع يتكلم ولا بيشتم ولا يقول هم ولا بيهاجم الجمهور، جمهور الزمالك ربما بيهيج على الإدارة أو المدرب لأن عندهم رئيس نادي بيطلع يقول له الجمهور أمك بتحبني مش مهم أنت تحبني، يعني ربنا عوضني بيك وابوك عن امك وامك بعوضني بامك عنك وعن ابوك، يعني طلع قال لهم كده ده كل دي. وانت اقول لك وكل ما الجمهور اللي يتكلم على السوشيال ميديا رئيس النادي وراهم، انت مال امك انت هتتكلم ايه، ما تخلينيش اغلط فيك بعدين، هل مش من حق الجمهور انه يتكلم مع واحد بيتكلم معاه بهذه الطريقه؟ يعني في النهايه ناخد بالنا مين الخطيب شغال وان شاء الله كل الدعم، لكن اتمنى قناه النادي الاهلي تتكلم صح، ما نتحولش أبواق بتردد كلام زي قنوات أخرى. نهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.